بنصبح عليك وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخبار الطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. جمعتك ازاي كانت وانت صغيره يا لمياء؟ اكيد عندك ذكريات عن يوم الجمعه. كانت جمعه حلوه قوي يا منى. عايزه اقول لك انه انا يعني عكسكم شويه، انا كنت اصلا متربيه في بيت جدي وجدتي، فكان بيبتدي اليوم بتاعنا من الصبح طبعا الفول والطعميه والخضار وكده، بعد كده بيبتدوا بقى يجهزوا الغداء وبيبقى تجمع عائلي كبير، كانوا اخوالي ومراتاتهم واولادهم بيبقوا موجودين، نشوي لو هنعمل فراخ في جنينه كبيره كانت عند البيت نشوي فيها بقى لحمه او فراخ، او ممكن نجيب سمك، واليوم بقى بيبتدي نتغدى كلنا مع بعض. ويعني على العموم كان بيت جدتي ده كان مفتوح لاي حد، فكنا بنعمل اكل بزياده عشان اللي يجي يلا اتفضل معانا. بعد كده بيبقى العصر بقى الحكايات، اللي عنده مشكله يحكيها ونفكر ازاي في حلها. اخرج انا واولاد خالي واولاد خالتي بالعجل نلعب بيه شويه، نبتدي بقى نطلع الضمنه والكوتشينه والشطرنج ونلعب، ومين هيخسر ومين هيكسب ومين هنحكم عليه حكم لو هو الشايب اللي كان معاه. كان بيبقى يوم حلو قوي لحد مسلسل بالليل، انا فاكره من المسلسلات اللي كنا بنتابعها قوي اوشين، كنا نتفرج لحد الساعه 9 او 10 بالليل، بعد كده بقى كله بيبتدي يروح على بيوته وننام. ده كان يومي يوم الجمعه.